فرحمة المقنة اليوم 23 أيلول، يوم الاعتدال الخريفي. أكيد نسمة باردة بلشت تدخل ليومنا. استعدادات لتبدلات الطقس، وجسم الإنسان بيتأثر بالتبدلات المناخية والحرارية، والغذاء الصحي السليم المرافق له بيساعد على التأقلم الصحيح مع كل الفصول. وللحديث بشكل موسع عن هذا الموضوع أكيد معنا إيفانا خضر اليوسف، ماجستير في علوم الغذاء. يسعد صباحك وأهلا وسهلا صباحك، فيك إيفانا، اشتقنا أهلا لك. فيكم. أنا كمان اشتقت لكم. صباح الخير صباح إيفانا. النور عن حبيبي. جديد، يعني اليوم عم نحكي عن 23 أيلول، هذا التاريخ المميز، يمكن هو حالة استثنائية عند كثير من الناس، تمام. سواء شيء جيد أو شيء سلبي. يعني علاقته بالغذاء كيف بتشوفي اليوم، خصوصية الخريف؟ هلا بما انه نحن كاننا بالصيف وصرنا بالخريف، فاجباري بده يتغير الغذاء تبعنا وحتى العادات تبعتنا. بالصيف بنلاقي حالنا طول الوقت عم نشرب الشغلات البارده اللي بترويكي لانه شوب، بالشتويه لانه نحن بندور على شغلات فيها سعرات حراريه عاليه كدهون، كالزيوت والزبده وهالسمنه اللي بنصير نطبخ فيهم اكثر، او حتى بنصير ناكل حلو اكثر عشان نحن بنحس حالنا تفينا، او حتى انه ممكن انه نحن نضطر نزيد كميه النشويات، بيؤدي ذلك انه النشويات بتعطي طاقه وحراره، وهذا الشيء اللي نحن بنلاقيه اخر الصيف مصيبه الكل، انه نحن صار عندنا زياده وزن، شلون بدنا نلحق نحفه. فكل شيء بيتعلق، يعني كل فصل له شغلات وعادات نحن لازم نغيرها. هلا نحن بنفترض انه صرتي كنت تشربي كاسه مي بارده بالصيف، هلا بتصير تشربي دافيه، وهو غلط طبعا، لانه نحن بالصيف دائما ردة فعل بتكون الجسم معاكسة. لما نحن بنشرب كاسة مي باردة أو أي شيء بارد بناكله، الأوعية الدموية رح تعمل مثل تصلب، تمام؟ فلما بتتصلب لأنه نحن شربنا شيء بارد أو المعدة، الدم رح يصير ضخ زيادة، رح تحسي بالدفى. فتلاقي أجدادنا القديمين بيشربوا شاي بالصيف، مزبوط، لما نشرب شاي رح نبورد. فهلا بالشتويه فيكم تشربوا مي بارده، فيكم تاخذوا الشغلات البارده، ابتعدوا عن الشغلات السعرات الحراريه العاليه اللي هي اوكي فينا نحن نعمل شغلات تانية ناكلها تعطينا حراره بدون ما يصير عندنا زياده وزن. اكيد خلينا لك عم نحكي عن الشغلات الثانيه اللي بدنا ناكلها من غير زياده الوزن. وبعدين كمان ايفانا بفصل الخريف او بالشتاء الواحد بينسى اصلا يشرب مي، تمام. لازم نحكي عن فوائد المي وقديش لازم الكميه المناسبه لكل وقت. هلا بالصيف كنا نشرب لترين وما فوق مثلا، تمام. هلا بالشتوي بكفي 7 ل 10 كاسات. هلا شو فوائده؟ اول شيء هي بتطرد لك كل السموم، ثاني شيء بتحسن البشره، بتحسن الشعر، واهم شيء هي بتحرق لك شحوم، بيؤدي ذلك انه هو اوريدي ما رح تسمن اذا ضلينا عم نشرب مي. وكثير مهم انه هي نحن اذا عندنا مشاكل بالجهاز الهضمي نحن نكثر كمان مي. لترطيب البشره قد ايه مفيد؟ كثير، يعني هلا انت لاحظي انه جربي 12 يوم مثلا او 10 ايام تشربي مي كل يوم بشكل متواتر، يعني متتالي سوري، وبنفس الوقت وبنفس الكميه، رح تلاقي انه ب 10 ايام حيقول لك شو عامله ببشرتك، لانه حتروي كل شيء، الاكسجين حيفوت، الهيدروجين حيفوت، فيها مجموعه شوارد ومعادن الجسم بحاجه لها. ومثل ما قلتي كثير مهمه لتقويلك الجهاز المناعي، لانه اوريدي هي عم تطرد سموم، اذا عندنا مشاكل بالهضم بتحل لك اياها، وبنفس الوقت بتعطيكي نشاط، يعني ريفريش. هلا اوكي انت مانك متعود تشرب مي، والشتويه فيها برد، ما رح تحس انه نحن عطشانين. هلا ممكن نحن نبلش انه نستعيد عنا بالشوربات بالمشروبات الثانيه، بس انا بفضل المي، هي مي ما خاصه بالمشروبات هي الثانيه. دائما سؤالنا ايفانا انه اذا شخص مثلا بيشرب شاي كثير، بيشرب سوائل كثير، بس مي ما كثير بيتذكر او ممكن تخطر على باله، هذا الشيء ممكن يعود او لا؟ بس العناصر الموجوده بالمي هي فقط اللي بتقدم لنا هي الفائده؟ لا، هي المي هي مي نفسها، مثل ما قلت لك ما بيعود شيء المي، بس في ناس ما بتتقبلها، بتقول لك انا اذا شربت مي بستفرغ كاستين الصبح، هي كل شيء عادي، عشان يعني يبلش يتعود ممكن يحط شغلات فيها، ممكن يبلش باليانسون، بالزهورات. هلا الشاي ليش نحن ما بنفضل؟ بنفضل الشاي الاخضر، اول شيء الشاي الاخضر منحف، ثاني شيء فيه مضادات اكسده اعلى من الاحمر، ونحن ما في اثنيناتهم فيهم كافيين، سواء القهوة أو الكافيين، هي أرضي بتعمل تجفاف، نحن ما بدنا هذا الموضوع. ممكن نشرب كاسة تنتين بالكثير باليوم، لا مثل ما قلت الزهورات، القصص الثانية، الشوربات، ممكن يعني نبلش نعود حالنا، أما ما في شيء بيعود على المي أبدا. إيفانا شو أنت بتعملي؟ عندك طقوسك الخاصة بفصل الخريف، خلينا نتعرف عليها، لو في عادات خاطئة صححتيها هلا من جديد أو العكس. هلا أول شيء مثلا أنا في بكير بدنا نفطر، كثير مهم الفطور، دائما انا بكل مقابلاتي بقول الفطور مهم. شو بده يكون بالفطور؟ في الالبان، الاجبان مثلا، ممكن اخذ كورن فليكس، بس دائما اذا بدي اكل خبزه سمره تكون صباحيه مع قطعه خيار. اكيد انا بفضل محل الشاي اني اشرب حليب او عصير،
لانه افيد ويعطيكي ريفريش. العصير بيعطيكي فيتامين سي، فهذا الشيء البرتقان رح يحميكي من الامراض اللي هي ممكن نحن تنصاب فيها بين الاعتدال الخريفي اللي هو الخريف الاعتدال يا ربي الفصول الاعتداليه الخريف والشتاء. هلا بعد 3 ساعات او بعد ساعتين باخذ شيء فواكه تمام، كمان عشان ما جوع، ما لازم الجسم يقطع اكل طويل لانه فتره طويله فتره طويله تماما. ثاني شيء ما بيستقلب صح وبصير الشحوم تتوضع بشكل سيء. بعدين بتغدى الغداء اللي هو المطبوخ بالبيت. هلا النساء يفضل نبلش بكاسه مي سلطه 10 معالق طبخه شو ما كانت، الرجال 12 معلقه. هلا بعد 3 ساعات كمان بدي اكل قطعه. انا رجعت 12 صحن ايفان بعرف البنت شو 12 صحن، انا بحكي بس المعلومات هاي هي 12 صحن معك حق، اللي بيدوقوا 12 معلقه ولسه ما عرفت انه الطبخه. هلا بعد 3 ساعات يا قطعه فواكه يا ممكن بوشر او شوكولا مع شاي خضرة شوكولا سوداء طبعا لانه يعني كمان منيحه للاوعيه الدمويه. وقبل الثمانية او على 8 بيكون عشائي، يعني انا بنفس الوقت ممكن انه اعمل شيء اسمه صيام متقطع بس انه بالاكل الصحي تبعي. كمان ايفانا كثير من الاشخاص بيقولوا اليوم ما بدي اتعشى، حطوا صحن الفواكه اللي هالقد بياكلوه كله بس انا ما باكل فواكه. طيب الفواكه ممكن هي تحمينا من السمنه او يمكن الافراط فيها بيؤدي لنفس النتائج، خبرينا اكثر كيف ممكن نحن اللي اذا ما بدنا نتعشى يعني نحصل على وزن مثالي بفتره زمنيه قصيره خلينا نقول. هلا بالنسبه للفواكه نحن بحاجه لها مثل ما قلت حصتين فقط خلال اليوم، اما نحن زياده الفواكه هي اوكي غير السكر الصناعي انه اوريدي انت السكر الصناعي بصير شحوم بس كمان هي زيادتها تتحول بالجسم لسكر، حتى لو كان سكر فواكه بيؤدي لزياده وزن. فهي دائما حصتين. شو الحصتين؟ ممكن مثلا تفاحتين او برتقانتين او مثلا تنتين كيوي مع قطعه تفاحه او مثلا حيز بطيخ مع 12 عنب او 12 فريز، هيك هن موجودين. مشان هيك في المعلومات هاي بجوز تكون صعبه للمشاهد او اللي عم يسمع، مشان هيك انا برايي انه اول شيء تروح عند اخصائي تغذيه بيعلمك كيف تاكل وتستمر حياتك على هالاساس، مو لحالك انك تاكل والله انا باكل فواكه كثير فانا ما بسمن. لا بتسمن، الفواكه بتسمن زيادتها. في فواكه ممنوع تاكلها كثير لانه فيها سكر، مثل المانجا، العنب، التمر، كلهم بحبهم ايفون تمام، والتين، هدول فيهم سكريات عاليه تمام. فينا ناكلهم نحن بس انه بشكل كميات بسيطة. طب والموز كمان. طب إيفانا مثل بالخريف بهالوقت السيدات بيلجأوا لتقشير البشرة، هل بتنصحيهم أنه الوقت المناسب بالخريف ولا لا؟ بلا، خريف وشتوية أحسن وقت مناسب. أول شيء الشمس بتخف فما لح ينأذى، يعني حتى إذا نسوا الواقي الشمسي بس هو يفضل أنه ما ينسوا، ما لح تكون صار عندهم كلف أو قصص تانية يعني عم يحاولوا يتخلصوا منها مثل ما إذا عملوا بالصيف. حتى التقشير الليزري، التقشير الليزري معروف عالميا أنه هلأ ببلش بالشهر الأول 12 وأول واخر 11 لانه ما عاد في شمس. لا بفضل يبلشوا، بس كمان برجع باكد انه حتى لو عملتي تقشير حتى لو عملتي شو ما كان اذا في نقص بالمي ونقص بالفيتامينات اللي بناخذها بالخضره والفواكه هذا الشيء رح ياثر على جسمك وعلى بشرتك. هذا الشيء اكيد بده يبين. نعم، خلينا كمان نحكي عن الفيتامينات ايفانا يلي نحن بنصير يمكن بحاجه الى اكثر بفصل الخريف وبفصل الشتي كمان بما انه يمكن برد الطقس وصرنا معرضين اكثر للامراض. هلا دائما الفيتامينات اللي بحاجه لها هي كلها، بس الفيتامينات اللي ممكن نحن نحس حالنا بتدفينا هي الفيتامينات اللي بتنحل بالدهون، هي A D E K E K. هذول نحن بحاجة لها بتحسيها إنه بدها دهون أصلاً لتاكلها لتنحل بالجسم ونفس الوقت تعطيكي دفع. هلا إذا ما بناخذها بفيتامينات وهذا نحن ما بنفضل ياخذوها حبوب، دائماً بنفضل من مصادرها. مثل ما قلت ذكرت قبل شوي ألبان لازم يكون فيه، أجبان لازم يكون، نشويات ما بتقطعي حالك فيها بس بتخفف الكمية، الدهون ما بتقطعي حالك إنك لتعملي دايت، لا نحن بحاجة للدهون. حتى الحلو ممكن نحن نعمله بالبيت عشان احنا ما ناخذ سعرات حراريه، بس يعني هو النظام الغذائي الصحي مو يعني تحرمي حالك تمام. بروتينات نحن بحاجه لها، نحن مثل ما كثرنا بروتينات رح يسرع استقلاب جسمك وبنفس الوقت تحسك بالدفى. الشوربات فينا نشربها بشكل دائم، خصوصيا شوربه الدجاج غير شوربه العدس اللي هي البقوليات نحن بحاجه لها. بس شوربه الدجاج ليش بتهمنا؟ فيها ماده السستين، ماده السستين نفسها هي في دواء نحن بناخده اذا كان عندنا مشكله بالتهابات القصبات، فنحن بناخده كدواء موجود بالشوربه الخضار، سوري الدجاج، شربة الخضار، هدول القصص نحن كلها سحلب سوري، هاد كله نحن بحاجة له. نحن بناكل بندفي حالنا وبنفس الوقت ناخذ الفيتامينات، وحتى مثل ما قلت لك بناخذها بالخضار والفواكه والشغلات اللي هي الألبان والأجبان وحتى البروتينات واللحوم بحاجة لها. يعني ما فيش تقطعي 5 مصادر بدك تاكليهم سواء بالصيف بالشتاء بكل مكان بالاعتدال بكل فصول نحن بحاجة له.
بس الزنجبيل والقرفة كمان خلينا نحكي عن فوائدهم بهالوقت كمان، وبالإضافة للعسل إنه كل يوم لازم ناكل عسل مشان يقينا كمان من الأمراض. شو رأيك؟ هلا في شغلة بدي نبه عليها، العسل ما بتاكل بمعلقة حديد. تمام. لما بتلاحظ الدعايات كلها بتكون بالخشب، أكيد. أو إذا ما بتكيها بالخشب بالبلاستيك. تمام. لأنه بيتفاعل الحديد مع العسل وبيروح كل النوافع تبعته. هلا وكمان شغلة تانية، ما بنحطه بمي سخنة لأنه كمان الأنزيمات تبعته بتتفكك وبتروح فايتة. بس عادة عند كل العالم، يعني أغلب العالم بيعملوا الصبح مي سخنة مع عسل، يعني هاي شيء خطأ أكيد. طبعا لأنه راحت كل، إنه أنت لما ببلش هالحرارة فيه رح يتفكك الأنزيمات المفيدة، بعض الأنزيمات اللي بحاجة لها بتصير معدة، بتصير مثل السكر. لا خديه معلقة بالخشب او بالبلاستيك بعدين تشرب المي السخنه. تمام. او ممكن مع المي السخنه بدون العسل تحطي عصره ليمون، هاي كثير مفيده لانه الليمون فيه فيتامين سي، وبنفس الوقت ببلش يحرق لك 250 حريره من جسمك على الريق، اوريدي هو معه مي. هلا الزنجبيل والقرفه هدول كثير منيح، اول شيء بيعطوكي كدفى، والزنجبيل اذا نحن عاملين دايت ممكن شو يزيد، انه غير الفيتامينات الموجوده اللي بتقوي جهاز المناعه اللي فيه، بنفس الوقت هو ببلش انه يعمل لك، بيحرق لك شحوم وينزل وزن. بس برجع باكد، مو والله انا طارقه صح ان هالقد يجي اشرب زنجبيل او كمون ليروح او قرفه ما بتستفيد، بصير بس يدفيك. تمام. نعم. ايفانا حكيتي باشاره سريعه قد ايه مهم انه نحن ما نصوم عن الاكل لفترات طويله. تمام. انه مثل ما بيفكروا كثير الناس انه انا اقطع الاكل والشرب فانا رح انحف يمكن باسبوع، لا هذا تفكير كثير خاطئ. بس البعض كمان ايفانا انه بيكون عنده ظروف حياته، ظروف عمله بتطلب منه اوقات حتى فعلا الصيام لاوقات طويله بدون ارادته، شو بتنصحي اليوم الشغلات الخفيفه اللي بيقدر تكون موجوده معه وتمده بالطاقه وما يحس بهذا الجوع الفظيع يرجع البيت ياكل كل شيء؟ تماما صح، يبلش بالهاي. هلا ممكن اهم شيء انه كلنا نحن بنقدر نفيق بكير شوي، نعود حالنا انه نفطر. هلا بيقول لك ايه انا ما فيني، اوكي فينا نبلش بكاسه حليب وقطعه فواكه. نعم. او كاسه حليب بسكوتي، بنبلش شوي شوي نعود معدتنا انه انا فيق جوعان لاكل. هلا خلصنا بهالقصص بصير بيفطر نظامي. هلا هيك نفترض انه في يجيب قطعه فواكه معه، ما انا صعبه، ممكن قطعه بسكويت كمان ما انا صعبه مو سيء، ممكن مثلا نحن ياخذ كوكتيل يحطه ببراد عندهم بالشركه او شيء، اكيد دائما بالشركات في مطابخ. بهالقصص نحن بتلاقي انه كل 3 ساعات كمشه مكسرات غير نيه غير مالحه، سوري، ممكن هدول الشغلات السهله اللي ممكن يعملها لانه اكيد ما رح له طبعا. المكسرات ما بتسمن اذا كمان كانت باعتدال، اذا مو مالحه، اذا كان دائما بيحق لك قبطتين باليوم بيعتبروا كسناكين وجبتين خفيفات، بس تستغني عن الوجبات الخفيفه الثانيه. حتى قطعه شوكولا ممكن ياخذ نصها يحطها على جنب، مو يعني هو قلت لك الدايت او الاكل الصحي مو حرمان. فبهدول الشغلات بيقدر اذا هو الخفيف الفواكه الخضار المقطعه بحطها بصحن ببلاستيك او شيء ياكلها، الكوكتيلات بيقدر ياخذ الفوائد اللي بده اياها وبتعطي الطاقه، يبتعد عن الكافيين لانه بيعمل توتر. هلا ايفان اكيد المدارس والاولاد بيمرضوا بيعدوا بعض، بدنا نصائح للامهات كيف انه يقدروا يحافظوا على اولادهم انه ما يمرضوا او ما ينعدوا، شو ممكن يعملوا لهم بالبيت؟ هلا كثير مهم الفيتامين سي اللي نحن بنلاقيه بالعصائر، اذا ما بدك تعمليه بالعصير او متكسله فيك تجيبي فوار تشربيه الصبح. الحليب كثير مهم بيقوي الجهاز المناعه، او اللبنه او الجبنه، فمثل ما قلت الفطور معناتها فهو مهم. تمام. البيض بيعطي طاقه للفوسفور للطفل وبنفس الوقت بيحميه من الامراض. هلا ولا بده يصير في مرض، هلا ما بده يصير في مرض بنحاول انه نحن نكتر السوائل، المشروبات السخنه هاي، الشوربات، هالقصص، نكتر الفواكه والخضار، نبتعد عن الاكل الجاهز لانه رح يضعف الطفل. نخفف حركته لانه هذا المرض الرشح بيتغذى على التعب، فاذا كان الطفل كثير حرك بيمرض زياده يعني لا. تمام. خلينا يرتاح اول فتره، تضطر تعطيه الادويه الاجباري، مو انه ما تدفعي، وصلنا لمرحله انه بحاجه. دائما المرض هو 5 ايام الحضانه بعدين تطلع العوارض. هلا اذا نحن كان اكلنا صحي ممكن يحمينا من هذا الشيء، اذا الام رضعت الطفل حليب طبيعي رح تكون جهاز المناعي تبعه اقوى من الطفل اللي بيرضع صناعي مثلا. فهي من هون نحن الامهات بتبلش من خطوه ستيب باي ستيب من الصغر انه يعودوا اولادهم بالاكل الصحي، وقتها هن بيتركوا لقدام انه الجهاز المناعي تبعهم يقوى. شو هو الاكل الصحي؟ مثل ما قلت الفواكه الخضار البروتينات كاللحوم والالبان والاجبان واكيد النشويات. كمان بالنسبه للاطعمه اللي بتعطينا حراره وطاقه بنسبه معتدله بفصل الشتاء، بدنا ندفى بس ما بدنا نسمن، ايفانا كيف هذا الشيء بيتحقق؟ هلا ممكن مثل ما قلت الشوربات، المشروبات السخنه اللي ذكرناها سابقا، فينا ناخذ قد ما فينا نكتر الفواكه. التفاح بتعطيك طاقه كثير قويه، الفواكه هلا الحمضيات كلها بتجي بالخريف وبالشتاء، فكلها هاي بتعطيكي فيتامين سي. نحن لما قلنا فيتامين سي يعطيكي طاقه ويعطيكي نشاط، فهي موجوده كلها بالحمضيات. او مثل ما قلت الناس ما بتحب تاكل فواكه ممكن للاسف نستعيد بفوار،
الحليب والألبان والأجمام بتعطيك الطاقة في كمان. القرع والجزل والأرنبيط بهالوقت كمان الخضار بشكل كامل كله الخضار تمام. ما تخافوا قد ما فيكم كله خضار ما بيخوف، مو مثل الفواكه نحن شوي بحس انه قد ما فيك الخضار الورقية خلى الأرنبيط شوي ممكن أشخاص اللي معهم كولون يأثر عليه، ممكن تمام. الناس تقدر تاكله أو الملفوف حتى مع إنه هلا وقتهم هني شوربات الملفوف شوربة الخضار شوربة اللي بدون ما إذن تسمنك هلا الدهون إحنا بحاجة لها بس إنه مخفف معلش اعملوا بزبدة اعملوا بسمنة اعملوا بزيت بس كميات قليلة نحن لأنه نفس الشيء السعرات الحرارية تبعته كثير مهم الخبز ما نقطعه لأنه من أهم مصادر الطاقة هو الخبز أو النشويات والبطاطا الحلوة هلا أكيد على الشوي طبعا المقالي ممكن نحن نخففها لأنه هي بتسمنك ما بتعطيك شيء حلو فيك تعمليه بالبيت الحليب السخن الرز بحليب ممكن تعمليه كمان بالبيت هاي كلها الأكلات الشتوية بتدفيكي فيك تاكلي زبدية منها مو ولا تفتحي لها مو يعني تحرمي حالك بس طبعا نحن دائما بنفضل انه تكون قبل الثمانية عشان انا بفضل كل العالم تبلش بنظام الصيام المتقطع بعد الثمانية 16 ساعة ما ياكلوا. خلينا نحكي عن السكر الابيض وكيف بتنصحي العالم انه يبتعدوا عنه، هل السكرين هو انفع من السكر الابيض ولا نفس النتيجه يعني؟ هلا هو ليش انفع؟ لانه سعراته الحراريه اقل، هلا بفضل انه يتناولوا السكريات الطبيعيه من الفواكه، في منها بالاسواق، هلا ليش السكر والملح هن بيقولوا لك السم الابيض؟ لانه اثنيناتهم بيعملوا مشكله مثلا ممكن الملح بيزيد بيمتص الفيتامين د بيعمل لك مشاكل بالكلس، السكر الصناعي بيعمل لك شحوم بيعمل لك زياده وزن ممكن يخليك كمان مدمنه على السكريات ممكن يؤدي لزياده الانسولين عشان الجسم يصير عندنا مقاومه انسولين اذا كثرنا السكر يصير عندنا سكري بعدين فلا بفضل انه ياخذوا السكر الفواكه او السكر الطبيعي الموجود بكل مكان او يستعيضوا عنه بالعسل تمام العسل هو نفس سعرات الحراريه السكر بس هو شيء طبيعي اكثر نعم هلا بيقولوا انه يمكن الولد معلش خليه ياكل شو ما كان لانه ولد بيحرق بس بنشوف بعض الاولاد ايفانا حرام انه اجسامهم حرام لهذا العمر تلاقيه ناصح كثير وشه كثير بتشوفي هذا الشيء صح انه نحن نسمح للولد ياكل اللي بده اياه من سكريات واطعمه وحتى فتره الغداء والعشاء او لا حتى الاطفال لازم ننتبه عليهم اكيد حتى الاطفال لازم يتعودوا الاهل يعودوهم انه كيف يكون اكل الصحي لانه الفاست فود والسكريات والبزر والشيبسات هي كلها رح تصير عندنا زياده وزن بيؤدي ممكن لاحتباس سوائل عند الاطفال ممكن يؤدي مثلا عندنا لارتفاع ضغط يصير معنا غده يصير عندنا ارتفاع كوليسترول حتى لو صغار هن فيك تلاقيهم بياكلوا كثير فاست فود بعدين بصير عدائي يعني اذا ما طعمتي بيعمل مشكله او انطوائي بصير بياكل لحاله دائما الاكل الجاهز بس الشخص بياخذ اكلاته بيقعد على جنب فهذا الشيء كثير سيء بالنسبه اصلا حتى اجتماعيا للطفل فلا نحن ليش انا بعمل له اكلات اللي بيحبها بالبيت ما انا مشكله بعمل له همبرجر بعمل له شاورما بعمل له سندويش مسخن مثلا بعمل له فلافل بالبيت بصير اقل سعرات حراريه وانظف اصلا سلطات حتى الفيام بعمل له اياهم بخليه ياكلهم بكل فتره وفتره بس الام لازم تعود ابنها يشرب مي يفطر ياكل خضار ياكل فواكه الطبخ ياكل الطبخ كثير مهم هلا اذا ما بحب اكل الطبخ او في مثلا اللحمه او البصل او البندوره في اطفال ما بيحبوه خليهم يشتغلوا معك متى ما اشتغلوا معك رح يحبوا الاكل تمام حتى الحلو خليني يشتغلوا معك شفتي برا كلهم بيشغلوا اولادهم بسل بتلاقيهم بالافلام وهالقصص لا خليه يشتغل بيعرف انه ما بحب حطي كاسات وصحون ملونه بصير بياكلها او ممكن تكتر بهارات او تخفي الاكل هاي لحتى يتعود انه ياكلها لا بنفضل اكل البيت على انه اكل الجاهز لانه ما فيه فائده ابدا لا الطفل مو يعني شو ياكل شو ما كان صح ما لون دايت اكيد ما لهم نظام غذائي لانه يعني مرحله النمو بس في لهم اكل صحي لازم طيب الام اللي حابه تعمل له دايت لابنها لانه وصل مثل ما قالت فرح لوزن يعني ما حلو حتى على شكله الخارجي اثر شو هو الدايت المناسب اللي ممكن تعمله كمان انه ما يتاثر على نفسيه الطفل هلا خمس وجبات اساسيه فطور غدا عشاء وجبتين خفيفات ممكن يكون مثل البان الصبح مثل اي طفل كورن فليكس لبن سندويش جبنه لبنه جبنه بيض خيار مع بندوره كثير مهم يكون موجود عصير الفطور اذا الوجبه الخفيفه اذا ما بتعطيه فواكه او عصير تعمله عصير كوكتيل ممكن تعمله شيبس هي تقليه بالبيت حط له بكيس صغير او بوشار او حتى مكسرات او حتى الاكلات الطيبه ممكن تطعميها بس انها تقسم له الكميه بعدين الغداء دائما مثل ما قلت تغديه بالبيت ليكون اكل بالبيت ما بده هذا البيتزا والقصص تعملوا اياها بالبيت هلا بعدين الوجبه الاخيره الفاست عفوا السناك الصغيره اجباري لازم يكون في فواكه والاخيره تكون دائما عباره عن الحواضر ما طعمي غدا على العشاء يكون مقالي او هالقصص لا يفضل مثل الفطور تكون حواضر نشويات ياكل ما انا مشكله هدول القصص كثير مهم يلعب رياضه مو يعني انه الطفل ما لازم يلعب رياضه كثير مهم نحن نظام الغذائي الصحي يكون معه رياضه وبالعكس
شو ما كان الرياضه اللي بيحبها، المهم الرياضه اللي بيحبها يلعب فيها كل يوم لحتى ينحف، او ثلاث ايام بالاسبوع لحتى يحافظ على وزنه. شوفي ايفانا الاسلوب الصحي السليم ان كان بالاكل وان كان بالرياضه، لما الام بتعود طفله من صغره انه يتصرف هذا الشيء ممكن تحميه من السمنه لحتى يكبر، ممكن يصير معه اسلوب حياه كامل. ممكن اكيد بتحميه، يعني تغيير اسلوب الحياه لتحويله للاسلوب الصحي فاكيد هو بينحمى من الامراض، بينحمى ممكن من التشوهات، بينحمى ممكن من قصص ثانيه وزياده الوزن. فممكن بدل ما يصير معه كوليسترول وضغط وزيادة وزن وسكري وهدول القصص اللي لها علاقة بال أو مشاكل الهضمية، فهي حمته من الصغر. حتى لازم مو بس بالنظام الغذائي، برجع بأكد الرياضة كتير مهمة من الصغر، وشرب المي كمان. في كتير أطفال ما متعودين لأنه أهله ما بيشربوا مي، تلاقيهم ما بيشربوا مي. طبعا إحنا نفضل بعد السنة إنه الطفل يشرب مي. نعم. أكيد. متشكرك إيفانا لوجودك معنا، متشكر معلوماتك القيمة، وأكيد بنشوفك بحلقات قادمة. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم. شكرا كتير لك إيفانا، فعلا معلومات جدا مميزة. شكرا.